بتاعت المحطات النوويه لازم تحضر اختبارات يعني اختبارات تقيله من النواحي، جميع النواحي، ليس نواحي فنيه بس، نواحي برضه بتكون فيها النواحي النفسيه، اختبارات نفسيه عشان التحكم مثلا حسابات الانفعالي، الحاجات دي كلها لازم يكونوا ايه على اعلى درجه من المستوى. تمام، يعني اللي حاضر في لجنه الاختبار، في حد طبيب نفسي مثلا؟ مفيش طبيب، احنا بناخدهم على مراكز متخصصه. مراكز متخصصه هتبقى حاضره مع حضرتك ومع رئيس الهيئه لاجراء الاختبارات النفسيه. ايوه، بالاضافه للسكيلز زي اللغات لازم تكون عاليه، وبرضه الكمبيوتر واستخدام الحاسب الالي. تمام، مطلوب 150 واحد. 150 واحد ده الاعلان. هو في اعلانات متكرره بعد كده، مختلفه، مهندسين وبرضه حتى المحاسبين مربوطين فيهم كل تمام قانونيه. ده اخر اعلان يا فندم ولا في اعلانات تانية؟ اعلان، في اعلانات تانية ان شاء الله هتيجي تباعا باعداد كبيره اكبر.